اهلا بكم من ADS Securities في ابو ظبي. تشير تقديراتنا بالنسبه للاوزي دولار بوجود اجواء سلبيه تحت مستوى ال 1.0346. سجل السوق الاسبوع الماضي اجواء سلبيه للاسبوع الخامس على التوالي. رغم الخسائر الضئيله، هناك نمط لفشل التحسينات هذه السنه. فمنذ شهر يناير كان هناك 4 ارتفاعات وكلها جذبت عمليات البيع القويه، وقد راينا ذلك في الاسبوع الماضي حيث هبط السوق 100 نقطه. هذا التراجع يعكس نمط التداول في عام 2011، فمنذ سنة ونصف رأينا أن أي ارتفاع يفشل وأن أي مكاسب مدبوعة بعمليات بيع. من هنا أقول أن الأجواء سلبية تحت مستوى 1.0349، وهو أعلى مستويات التداول في الأسبوع الماضي. المستويات المستهدفة هي 1.0226، 1.0149، وصولاً إلى 1.01. شكراً.